بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمة امل جديدة. بسمة امل النهاردة بتقول بر ابوك، بر ابوك لما يكبر. اوعى تتغير، اوعى تتضايق ان هو لما كبر بقى ساعات بيخرف، بقى ساعات بيضايقك، بقى ساعات بيزن عليك. بقى خلي افتكر الطفولة، بر ابوك، خليك بار بابوك. قصة النهاردة قصة بتقول ان كان في اب عنده 85 سنة وابنه عنده يعني حوالي 40-45 سنة، وكانوا قاعدين مع بعض. الاب كبر بقى ويعني وقاعدين في غرفة المعيشة كده، وفجأة في طائر غراب بيطير جنب الشباك بتاع البيت. فالاب قام سأل ابنه: ايه ده؟ فالولد قال له: غراب يا بابا. بعد دقايق رجع الاب وقام سائل نفس السؤال تاني، يبدو ان بدا الزهايمر يشتغل. قال له: ايه ده؟ قال له: يا بابا قلت لك غراب. بعد دقايق قام رجع الاب سائل ثالث مره: ايه ده؟ فالابن بقى اتنرفز، قال له: يا بابا غراب، غراب، قلت لك غراب. بعد دقايق تاني رجع سال الاب للمره الرابعه: ايه ده؟ ما احتملش الابن بقى، رفع صوته: اوف، انت بتعيد نفس السؤال بقى لك 4 مرات، قلت لك غراب، غراب. يا عيني. سكت الأب كده وتأثر قوي، وقام قايم من مكانه ودخل أوضته، وقام راجع معاه شوية ورق قديم متقطع كده شكلها مذكراته اليومية بتاعته من زمان، وقام جاي كده وعينيه كأن فيها الدموع، وقام مديها لابنه قال له: اقرأ دي. فبدأ الولد يقرأ فلقى مكتوب فيها: اليوم أكمل ابني 3 سنوات، هو بيحب اللعب كتير، وفجأة كان في غراب واقف في الحديقة، سألني ابني: ما هذا؟ قلت له: غراب. فأعاد علي السؤال 23 مرة، وكل مرة أضحك من طريقته وأقول له في 23 مرة: غراب، وأحضنه وأبوسه. بكى الابن، بكى الابن. الأب قال له: كنت بضحك وانت بتقولها، وانت الآن بتصرخ فيا وانا بقولها. في فيديو صور القصة دي وحنحطه النهاردة على صفحتي على الفيسبوك، اتفرجوا عليه. بس اوعى تنسى بر ابوك، بر ابوك، بر ابوك مهما كبر، علشان رضا ربنا، علشان لما تكبر ولادك يبروك، علشان السعادة كلها في بر الوالدين. بسمة امل لكل انسان رحيم حنون مع ابوه امه مهما كبروا. شكرا والسلام عليكم.